ادخل. صباح الخير يا مستر فارس. فريده صباح الخير. اتفضل. ده الفايل اللي فيه كل الافكار اللي هتزود لنا المبيعات في الوتير. اجر اوضتين وخد اوضه مجانا. بالظبط. وفي عرض تاني كمان، اجر اوضه خد 30% خصم مع جولتين رحله بحريه. حلو جدا. بس هو انت ايه بالظبط بقى؟ ريسبشنست ولا بتاعت مبيعات ولا ايه بالظبط؟ انا بتاعت كله بس لي اكتر. طيب سيبيلي الفايل ده انا هدرسه وبعدين ابقى اكلمك. طيب بس حاول بسرعه عشان نلحق الموسم بتاعنا وما يهربش مننا. عايزه اقول لك على حاجه، فكك من موضوع العرايس ده، مش هتلاقيها. يعني يا فريده لحظه واحده. كل سنه وانت طيبه. ايه ده، انت عرفت ازاي ان انا عيد ميلادي النهارده؟ انا اصلي خلاص خلاص انا عرفت. انت عرفت ازاي؟ انت رحت الاتش ار وعرفت ان انا عيد ميلادي امتى، وجبت الهديه دي وخليتها معاك لحد ما يجي يوم عيد ميلادي وتديها لي. لا 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 الموضوع مش، ما تتكسفش، انا اصلا مش هقول لحد، ما تخافش. لا انا مش خايف ولا حاجه، انا عرفت عيد ميلادك من الفيسبوك. فيس؟ ايوه. مش انت كنت عامله لي اد من فتره؟ من سنه وانت كنت منفض لي. ايوه ما انا عملت لك كونفيرم امبارح. مش مشكله، حتى لو عرفت عيد ميلادي من على الفيسبوك كفايه انك افتكرتني. عجبتك؟ جدا، كفايه انك جايبها لي مخصوص. ادخل. خير يا سعيد؟ صباح الخير يا مستر فارس. صباح الخير. قالوا لي انك خدت النضاره اللي بقالها سنتين في مخزن مفقودات الزباين بتاع. هي دي؟ ايه ده؟ انت اديتها لفريده؟ هو والله عيب اللي بيحصل في الاوتيل دوت ده، انت صاحب المكان كله. اطلع بره. حاضر، انا اسف. على فكره النضاره جميله جدا، بس يا سلام لو كانت جديده. اطلع بره. بعد اذنك اطلع بره. سلام عليكم. انا اسف، اصل مش انا مش زعلان. كيف انك افتكرتني؟ ربنا يخليك لي. الواقعة خالص. يا رب يا رب عروسه المستر فارس يتجوز وفريده تركز معايا بقى. لو سمحت في سويت محجوز باسم عفت اباظه. حاضر يا فندم، ثانيه واحده. ايوه يا فندم، انا عندي سويت باسم عفت اباظه. حضرتك هنهزر؟ اكيد لا. لا يا فندم ما اقصدش والله، انا ليا خال اسمه عفت. عفت بابي خلص بقى. حاضر يا فندم. ومستر عفت فين؟ ليه؟ فضول بس مش اكتر، هم بيخلوني بصراحه اسال اسئله في الريسبشن، انا نفسي ما اعرفش بسالها ليه. سافر عنده شغل فجأة، في مشكلة؟ لا يا فندم مفيش أي مشكلة، حضرتك منورانا. تحب حضرتك أنقلك من السويت لغرفة سنجل؟ لا خليني في سويت سنجل. حضرتك هتقعدي في السويت لوحدك؟ واي نوت؟ لا واي نوت واي نوت، أكيد طبعا تحت أمرك يا فندم. حصل. أستاذ حضرتك بس ممكن أي دي؟ ينفع باسبور؟ طبعا يا فندم ينفع. يا سلام. أمريكاني؟ في مشكلة؟ مفيش أي مشكلة يا فندم، يعني أمريكاني بولندي كله تحت أمر حضرتك يا فندم. سنجل؟ يا ابني ما قلت لك سويت، انت ما بتفهمش. لا يا فندم مش قصدي، قصدي حضرتك ان حضرتك سنجل يعني مش متزوجه. ده انت منورانا، احمدك واشكر فضلك يا رب. والله يا فندم منورانا. تمام يا فندم، استاذن بس حضرتك يا فندم، هنملى بس شويه البيانات دي، ريجستريشن كارد. شكرا جدا. ايه ده؟ ايه اللي انت عاملاه ده؟ في حد بيلبس نظاره في الريسبشن؟ ايه ما حلو اهي. حلو الكلام ده جوه مش انا قدام الناس. جاست ايه؟ هيا. تمام يا فندم، ميرسي جدا يا فندم. حضرتك ده كارت السويت معانا وكومبلمنتري مني يا فندم، اللي جايب لحضرتك فطار. فطار عادله بيبدا من 6 ل 10 بس عشان خاطر حضرتك 11 12 يجي على الاوضه. طالما سنجل منورانا يا ست الكل. السويت ده على البحر مش كده؟ والله يا فندم نفسي اعمل حضرتك الاكسبشن ده، بس للاسف لو على البحر هيزيد 1000 جنيه في الليله. خليه على البحر. خليه على البحر عادي. معلش سؤال، حضرتك مش فارق معاكي 1000 جنيه في الليله؟ لا مش فارق عادي يعني، واي نوت. فكره يا ده في سويت لوحدها، شايفه الناس اللي عايشه. يا ساتر ايه ده؟ مالك؟ الف سلامه. جالي مغصف فجاه مش عارفه، ممكن تطلعوني الاوضه وحد يجيب الشنط من بره بليز؟ اوكي يا فندم. بس يخرب بيت عينك، في حد يجي معايا؟ هو حضرتك اكيد اكلتي حاجه من الشارع تفتكر؟ واي نوت. طب ممكن بس حد يطلع لي شنط بقى واطلع بسرعه عشان مش قادره اقف خالص خالص. من عينيا يا فندم من عينيا. سعيد اهلا وسهلا يا فندم، الحمد لله على السلامه. احنا في عيد النهارده والله، في عيد. ايه ده؟ هو ده احسن سويت عندكم؟ ده السويت الرويال بتاعنا يا فندم، صاحب الاوتيل نفسه ما يجرؤش يقعد فيه. فعلا؟
ماشي، متأكد ان بابا ما شافش الاوتيل قبل ما يحجز، بس يلا ما علينا. خد دول، امسك. ايه فندم؟ 20 دولار دول اغيرهم لحضرتك في الكاشير؟ لا دول عشانك. تبس صحيح، الحزن يعلم البكا والتبس يعلم الزغاريت. تي وانا للاسف ما بعرفش ازغرط. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ انت يا استاذ، انت ما تجيبليش مصيبه. انت يا اسمك ايه؟ انت يا سيد سعيد، انت يا اسمك ايه؟ انت اصحى. انا مين؟ انا فين؟ انا ازاي؟ معلش يا انسه، اصلها اول مره تحصل لي ان انت تدخل ان حد يديك بقشيش بالدولار. ناخد بقشيش اصلا؟ اصلا بعد اذن حضرتك. ممكن ما تقوليش لحد في الاوتيل انك اديتيني بقشيش عشان الضرايب. ضرايب يعني؟ داري على بقشيشك يزيد، ده غير النفسانة والحقد اللي في الأوتيل كله. احنا عايشين في قحط بقالنا فترة هنا يا نسا في الأوتيل. كل ده عشان 20 دولار؟ وأكتر من كده كمان. لا مش هقول لحد، ما تخافش. بصراحة أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي. ميرسي جدا على الكومبليمون الجميل دوت. عفوا يا سيدي. إيه ده؟ ده الكارت بتاعي يا فندم. إني واي، إني تايم، في أي وقت تلاقيني قدام حضرتك. شكرا. مش يلا بقى ولا إيه؟ في تاني؟ في ايه؟ متعيط ليه؟ ايه اللي حصل؟ anyway ايه المجانين دول يا ربي؟ هاي بابي. لا مفيش، بس دي رابع مرة تعملها فيا. تقول لي سبقيني وهاجي وبعدين ما بتجيش. لا مش هستنى. براحتك يا بابي. اوكي. لا مش متضايقة، خلاص اللي انت شايفه. باي. لانين مروه لسه واصله النهارده، قاعده في سويت اون بيتش الون. ها؟ لوحدها يعني؟ مش عرفك ان انا هسألك عنها؟ ايش عرفك؟ ده مفيش حد في الاوتيل ما سألنيش عنها. يا حلو. ايوه. قوي. ايوه. لسه منزلها كوبايه عصير، ادتني تيبس 15 دولار. ايه 15 دي؟ عصير؟ عصير ايه؟ 15 يعني خمسة. يا سلام. امال 6 يعني كام؟ لتر. طب انا عليك حمار مش فاهم حاجه. هي قاعده قد ايه في الاوتيل؟ 5 ليالي لتر ايام. 5 ايام 6 ليالي. ايوه ايوه. ايه ده ايه ده؟ ده احنا بنتكلم فرنساوي لملم. امال ايه يا لهوي؟ ليه اقول لك ده مفشدش مقش سويد الصندي؟ ايه ده ايه؟ ده مالوش علاقه بالفرنساوي اللي قلته ده. ما انت هرينا كلام غلط، حد قال لك حاجه؟ ماشي. بقول لك ايه؟ نزل لها كوبايه كوكتيل وقول لها ده كومبليمون من مستر فارس. مسيو. نقط كومبليمون قول ميسيا. طب غور بقى غور يلا. كل سنه وانت طيبه. ادهم. يعني انا عامه بحب اهتم بالاخرين وانت مش اي اخرين، فقلت اجيب لك حاجه بسيطه مش مهامك، بس يا رب تعجبك. ميرسي بجد، تحفه. انا والله كان نفسي فعلا في جراب موبايل. انا خدت بالي بتعمليه معامله حقيره وترميه في اي حته، فقلت انا ادلعك. بس لا انا هحطه في الدرج مع باقي الهدايا عشان كلهم يبقوا في درج واحد. ماشي يا ست، اعملي اللي انت عايزاه. سلام، النهارده عيد ميلادك. انا بقى هديتي ليكي النهارده في عيد ميلادك. لا لا سعيد، انت جايب لها هديه؟ ايه؟ مش هاخد منها تبس في اي حاجه تطلبها مني بعد كده، ايه رايك؟ انا عمري اديتك تبس. شفتي حرمتي نفسك من هديه كبيره ازاي؟ بس سعيد، بس سعيد، بس حبيبي، بس يا راحت فين؟ يا ايه؟ النضارة بتاعتي. النضارة بتاعتك؟ ايوه، اللي جابها لي مستر فارس. دوري كويس، ده انا كان عيني منها. انا دورت عليها في كل الادراك مش لاقياها. اطلعي بره حضرتك، اطلعي بره دوري عليها، ما انت طول اليوم كنت ماشيه بالاوتيل لابساها كانك اول مره في حياتك تلبسي نضارة. ادهم. نعم. اطلع بالنضارة. نعم يا ماما، هو انا هبص النضارة؟ انت بنفس مني من ساعه ما انا كنت واخده النضاره من مستر فارس. يا سلام، وانا هنفس منك ليه؟ ده حتى جايبها لك من مفقودات الزباين. اي سعيد الكلب ضحك عليا وشربني حاجه ساقعه بصوده وقلت له على كل حاجه. يا سلام، وامجد وغلاب شربوك حاجه ساقعه بصوده؟ ثلاث ثواني، ثلاث ثواني ما لقاكش قدام يا سعيد. اتفضل يلا يا طفص. روح شوف النضاره. غلطان اصلا.
معدتي تتقطع. القميص هو اللي يتقطع. سأقتلكم جميعا. سأسجنكم جميعا واحدا واحدا. بس 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 كل حلفائك هانوكا ريتشارد. بس بس في ايه؟ انت عملت فيه ايه؟ مش المفروض يمشي؟ ما انا مش عارف يعني ما يصحش برضه يمشي الراجل كده، يعني ناخده لحمه ونرميه عضم. هو احنا متجوزينه؟ يا ابني في ايه؟ في ايه؟ حضرتك مالك؟ في ايه؟ طلبت من هذا العدوي اكلا كي اكله. جاب لي حاجه شبهه كده، اعتقد انها عدوي بالجبنه. سأقتلكم جميعا. سأسجنكم جميعا. انت اكلته ايه؟ الله يخرب بيتك. ما اعرفش والله، هو طلب اكل صيني وانا ما بفهمش في الاكل الصيني. يخرب بيتك. طب معلش انا الاوتيل هيعمل لك كومبلمنت. لا 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 اريد اكلا اخرا. لا 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 مش اكل، هعمل لك كومبلمون حلوه جدا. ولا شوربا اخرا. لا مش شرب، انا عازمك يومين في الاوتيل. ها؟ عازمك يومين بس من غير اكل. في هذه الحالة من الممكن أن أفكر قليلا. شكراً رجالة، تكلوا أنتوا على الله، نجملكم في الأفراح. إذا كان هذا العرض ثارياً إذا معدتي ارتاحت. الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. إيه الأدب ده؟ يا ابني هو مش كان تعبان؟ لا ما ده صيني ده. ما بتكسرش. ايه؟ انت حتى بتضربني؟ وايه الكليمه اللي احنا فيها؟ صباح الخير يا حفني، هات لي القهوه بتاعتي. ابن حلال، ابن حلال مصفي. شوف عروستك جيلها يا عم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه ده؟ ست دي ولا راجل؟ يا عم ست، ركز كويس. وريني. لا 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 هي كده على عدلتها. لو عجبك ابعت القاهره اجيبها لك الصبح. عجباني ايه؟ ما لقيتش اوحش من كده جيبهولي. ياه شفتهاش انت قبل الحادثه؟ وكمان عامله حادثه؟ يا عم انت هتقبض 25 مليون ميراث. مش كانوا 26؟ ايوه ما في مليون عشان عمليه تجميل، ما انت شايف خلقتها. لا 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 مش محتاج عمليات تجميل ولا غيره. انا لقيت واحده بقى زي القمر، هي لوحدها ملكه جمال. يا راجل استنى بس. بص بص الحلاوه. مش معقول. لا لا هي عدلتها كده كمان. جمال والحلاوه دي في الاوتيل وانا معرفش. اعمل لك ايه؟ ما انت سايبني بقى ومركز في ضحايا الحوادث بتوعك. شايف؟ لا لا ضحايا ايه؟ لا ركز انت مع الماده الخام للجمال والجاذبيه. لا فظيعه. هات يا عم. ايه؟ هو انت اللي هتتجوزها ولا انا؟ بس انا عايز منك خدمه بقى، عايزك انت اللي تفتحها في الموضوع. انت هتلخبطني ولا ايه؟ هو مين اللي هتجوزها؟ انت مش لسه قايل انك انت هتتجوزها؟ يا عم انا اللي هتجوزها، بس اصلها غنيه قوي، واكيد مش هتبقى مستعجله على الجواز يعني عشان طمعانه في الفلوس. شوف لك حل يا اخي بقى، شوف لك حل، انت اللي بتتصرف. لا هو في معلومه انت ما تعرفهاش. انا حبيبي محامي مش خطبه. تعبتني معاك، والله تعبتني معاك. ايه ده؟ ساتر. طب رأيك ان انا شاكك انك محامي اصلا؟ هات لي يا ابني قهوه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هو راح فين؟ ما كان معايا الصبح. راح فين؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ فريده مش لاقيه نظارتها لغايه دلوقتي. احسن عشان تبقى تظن فين انها سرقتها، بس هو كان معايا الصبح، تفتكر راح فين؟ هو في حاجه ضايعه منك انت كمان ولا ايه؟ قلم غالي قوي عندي، كان مديهولي مستر قنديل الله يرحمه في عيد ميلادي، ومش لاقيه، كان معايا الصبح مش لاقيه دلوقتي. الحمد لله. الحمد لله؟ انت فرحان ان انا مش لاقيه؟ لا كده فريده هتعرف انك ما سرقتهاش بدليل انك اتسرقت زيها. ايه ده؟ هو انا كده اتسرقت؟ لا اتخرجت من الجامعه يعني. ايه اللي اتخرجت من الجامعه؟ احنا هنهرج يا ابني، انا عايز افهم دلوقتي انت بتقول ايه اصلا؟ انا قصدي يعني لو يكون. يا اخوانا الحقوني. في ايه؟ انا مش لاقي الساعه الغولكس بتاعتي. ساعه غولكس؟ وانت كنت اخر مره شايف فين الساعه غولكس؟ انا كنت بتشطف في البنزين حطيتها بره. لا 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 ارجع بالجمله، هات اولها كده. كنت بتشطف في البنزين. كنت بتتشطف في البنزين؟ ايه المشكله؟ كنت بتتشطف في البنزين؟ انا بشرب منه. في ايه؟ لا مفيش اي مشكله عادي. لا لا ده دكتور امجد، في مصيبه. لا 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 يا هوتيل. لا 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 يا هوتيل، دي مصيبه كبيره يا دكتور. ادهم دكتور. هو فين؟ هو مين؟ ادهم صارحني. دكتور قول لي. ادهم قول لي الحقيقه. دكتور وانت قول لي. انا بتوحش وانا كده اتوترت. فين الكتيب؟ كتيب ايه؟ الكتيب الطب الحديث بتاعي يا جماعه، ضاع مني. لا ايه ده؟ في ايه يا جماعه؟ اصل احنا كده حاجات ادب بتتبخر مننا.
يا دكتور؟ انا بضيع يا جماعه. لا صحتك يا جماعه، انا بختفي منكم. لا ما تختفيش على فكره، انا مش موجود دلوقتي. لا انا بدوب. لا ما تدوبش يا جماعه، انا بكش. لا ما تكشش. انا ده من هو. لا ده امجد، اوعى بيروح مني يا ادهم. اوعى يا دكتور، مسك نفسك يا جماعه. انا كنت هبقى نفخه اسطوره الطب الحديث بعد دكتور حساسيس. هتبقى يا دكتور. مش مصدقه خالص. بس انا كده عرفت مين اللي سرق. مين؟ اكيد في حرامي في الاوتيل. نبغى ايه الواد ده؟ نبغى ما شاء الله. صح اديله على وشه لو سمحت. صح اديله على وشه. وانت بقى نبغى، عندي سؤال. بما ان احنا كلنا اتسرقنا، اشمعنى فخامتك اللي ما اتسرقتش؟ ليه؟ هو انا هفيه؟ غلط. يا لهوي اهدى. معلش يا دكتور. لا والله ما كرم ليك. لا لو حصل حاجه بعالجه. معلش يا جماعه ريسبشن. مين ده اللي هفيه؟ انا اسف، انا قصدي يعني ايش ياخد الريح من البلاط؟ يا واد يا غلبان. وبعدين انا حيلتي ايه غير ال $20 اللي خدتهم من اللي اسمها مروه؟ $20 نهار ابيض. احسن اتقلب يا عيني. لا اتقلب ايه، هو هفية؟ لا انا ما اتقلبش في اول تبس كاتبه في حياتي. وان شاء الله اخر تبس تاخده في حياتك. ليه يا اخي؟ حرام عليك، بالراحه بس. دوت كويس كده، يمكن في حاجه تانية اتقلبت ولا حاجه. ايوه اعمل ريفريش للميموري بتاعك، ممكن تتذكر. اسمع كلام الدكتور، يلا دور كده في اي حته. لا بجي زي ما هو. ايه ده؟ جعان. انت بتطلع سندوتش من بوريتا؟ انت حاوي يا ابني، انا مش قادر افهم. سندوتش مطاطيه وحضرتك بتشطف في البسين. ايه سيرك؟ عايش انا في سيرك؟ لا ايه الساندوتش ده مش هيلسي. مش هيلسي؟ هاتوا. اتفضل بقى. ده لانشون ولا رومي؟ متر غلاب قال لي ان انت بتدور على عروسه. بس بصراحه بقى ما توقعتش ان انا هلاقي عروسه حلوه كده. بس انت مستعجل قوي يا استاذ فارس. فارس ايوه يا استاذ فارس، انت مستعجل قوي. هو مش حكى لك على ظروفي؟ قال لي وبصراحه اللي خلاني وافقت ان انا كمان عندي ظروف، فقلت احط ظروفي على ظروفك ونتجوز يعني. طب ما هي يبقى اتفقنا. لا بس برضه يعني انا لوحدي. هو انت ما فيش حد من اهلك هيجي يحضر الفرح؟ في، بس بابي مسافر طول الوقت عشان هو بيشتغل في اليونايتد نيشنز ومش فاضي لي وسايبني لوحدي. طب وماما؟ سايباني لوحدي. يونايتد نيشنز برضه؟ لا ماتت من سنتين الله يرحمه. سوري. بس يا سيدي فقلت بقى ايه اللي يخليني ابقى لوحدي؟ فكرت في الجوازات، اتقدم لي ناس كتير جدا جدا كلهم كويسين بس رفضتهم كلهم. ولا واحد قابلتيه؟ ولا واحد. ليه؟ ما كانش فيه كيمستري. بس انت جيتي في ملعب. ايه؟ انا بقى مالك في الكيمستري. بجد؟ انا كنت بذاكر الدفعه كلها. كلها؟ انا بتاع الكيمستري، يلا نتجوز بقى. ايوه بس انا مش هلحق احضر ناس يا استاذ فارس. معلش يا استاذ فارس، انا مش هحضر نفسي، انا عايزه اجهز، انا بنت، انا عروسه، عايزه مكياج، شعر، فستان. هقول لك على فكره حلوه قوي. ايه؟ هنكتب كتاب النهارده واستلمي الميراث واعملي شعرك بعد كده، اعملي اللي انت عايزاه. ما قلتليش يا فارس هو الميراث ده قد ايه؟ لا ده فضول والله، انا خايف على فلوسك. لا ده انا فرحان قوي، طالما سالتي على الميراث يبقى خلاص اتفقنا. نقرا الفاتحه؟ نقرا الفاتحه بس مش لازم على حاجه بالفاتحه. يا سلام، ده انت تؤمري، ده انا ممكن اتبحلك عدوي اصلا. مش للدرجه دي، بس ايه عندكم حلو هنا؟ بصي الباستا حلوه قوي. عاوزاها ايه بقى؟ ريد صوص ولا وايت صوص؟ الريد صوص حلوه جدا، والبيف على فكره تندر لاين حلو جدا بجد. راحت فين؟ راحت فين بس؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. راحت فين؟ قول لي مبروك. مبروك ايه؟ مبروك على ايه؟ مروه وافقت ان احنا نتجوز بكره. معقوله؟ بس عايزه 2 مليون جنيه مهر وزيهم مؤخر صداق. لا يا عم ده كتير قوي بالنسبه لها. مش كتير، ما انا قلت لك انا مش عايز اتجوز واحده غنيه زي دي. يا عم استنى بس يا عم، 2 مليون على قد المهر حاجه حلوه قوي، يا دوبك على قدها. طب وبالنسبه للمؤخر؟ لا بطل تشاؤم بقى، انت ايه اللي هيخليك تطلق واحده زي القمر زي دي وبنت ناس؟ على رايك ده انا ما صدقت لقيتها. ادعي لي انا الاقيها. هي ايه دي؟ المحفظه، من ساعه ما صحيت حاططها في جيبي مش لاقيها. يا اخي هتلاقيها راحت هنا ولا هنا؟ استنى بقى اما اطلب مروه اطمنها. يلا يا رب. ايه ده؟ ايه؟ الموبايل مش معايا. الله، ده واضح انها فرقه في الاوتيل ودايره على الكل. انت مش ملاحظ ان في حاجه غلط؟ وانت مش ملاحظ ان في حاجه غلط؟ انا ملاحظ ان في حاجه غلط. طب وبعدين هنفضل نلاحظ وبس؟ يلا نشوف ايه الغلط في تعالى بقى نشوف ايه. بص بقى انا متاكد ان هو اللي سرقنا كلنا. متاكد ازاي يا فارس؟ يعني انت بس عشان حاطه في دماغك ساعه فجاه يا راجل. ايوه دافع عنه عشان وعدك هيشغلك رجل اعمال صح؟ فارس بعقل كده يعني، هو جاي من الصين عشان يشتغل مشهد في مصر. خبط. مساء الخير غلاب، الحقني يا غلاب، النجدة الغوث، لقد سرقت. انت كمان سرقت؟ سرق منك ايه؟ اتسرق مني عمري. عمرك؟ يعني اشيائي. اين اشيائي يا مستر فارس؟ اشيائك اللي هي ايه يعني؟ لا ادري، اننا في الصين نقول اين اشيائي. ظلمت الراجل، اتسرق منه عمره واشيائه.
يا عم انت بتصدقه؟ ده بيحور عليه. لا انا لا احور، انا اتكلم بجد. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. دعيت عليكم بالصيني. يا نهار اسود يا نهار اسود، ضيعت نفسك اهو. ده عليك، والدعوة الصيني بتنزل بضمان سنتين. شيل شيل. صوت لوحدها، أنا الناس اللي عايشة. مسيطر منك. مالك يا فندم، في إيه؟ لا أنت اسمك إيه أنت؟ أنت يا سيد ولا يا سعيد أنت ولا اسمك؟ لا 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 ما تعصبنيش يا سمير، لا لا. ماما مالها بالقضايا؟ الله، ماما تعمل بسلة، تعمل رز؟ ده في البيت يا بابا. لا بحذرك يا سمير، الكلام ده ما ينفعش معايا أبداً. سمير تاني؟ معقولة كلنا نتسرق في يوم واحد؟ ما احنا طلعنا هفا قوي. اخرس اخرس. معاك حق، انا اسف لسعادتك وسعادتك انت كمان، واضح انك اتسرقت بمزاجك. هو الاوتيل ده ما فيهوش كاميرات مراقبه؟ فيه طبعا. خلاص نفرغ الكاميرات عشان نعرف مين الحرام. ايه بتبص لبعض ليه؟ هو بصراحه الكاميرات اللي عندنا بتصور بس ما بتسجلش. ايه ده؟ ده ايه التخلف ده؟ مين متخلف العمل كده؟ مين متخلف العمل كده؟ حضرتك. انا يا فندم قصدي حضرتك، قلنا لك نغير التخلف ده ونجيب كاميرات جديده، قلت لنا مفيش فلوس. ها فاكر انا قلت كده؟ انا قلت كده. انت مالك انت؟ هو كل نقول حاجه انت تقولها؟ خلاص حصل الخير يا جماعه، اكيد حصل ميس اندرستاندين. ميس اندرستاندين بس. ايوه قلت كده. انا عايزكم تخلصوا بقى. طب احنا ممكن نجيب كاميرات تانية. مش هنلحق، هيكون حرامي خد الحاجه وخلع. صح فاتتني دي. هو مفيش غير حل واحد، احنا نجيب حد يفضل موطوع 24 ساعة قدام المونيتور، يبقى عامل زي الجاموسة المربوطة في ساقية لغاية لما يطلع لنا حرامي. برافو عليك. مين ده اللي هيرضى بقى يطلع 24 ساعة؟ آدم طبعا. أنا اللي هطلبه في ساقية؟ أنت صاحب الفكرة، يبقى أكيد أنت أحسن واحد ينفذها. ما ينفعش تسحبها؟ لا لا دي حلوة أوي. الفكرة هايلة. تجنن. ما شاء الله عجبتكم أوي. خلاص اتفضلوا على شغلكم. يلا على شغلكم. إيه ده؟ إيه ده؟ أنا عارف إيه القرف ده؟ مفيش احترام خالص؟ إيه ده؟ تعرف تعمل إيه؟ لا 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 هقول لك الحاجة استنى. والله ما والله هقول لك، أنا هريح دماغي. بص اقعد أنت هنا. بس. تشرب حاجة. حبيبي شكرا تسلم. قوم قوم على شغلك، قوم على شغلك. أجري. سعيد. حاجة عجيبة. ايه هي؟ سعيد في حاجة غريبة. قول سعيد. في حاجة شنيعة. انت اخلص سعيد. انا طول ما انا ماشي في الاوتيل من امبارح الاقي الناس قاعدة تبص لي كده بشكل كده في ريبة كده وقلق كده، واول ما اقرب مني يقول لي ويجري. ايه بقى ايه اللي بيحصل؟ انت عارف كل حاجة في الاوتيل، هتعرف ايه بقى اللي حصل. ما اعرفش بقى يا ادهم، انا خلاص قررت اكون في حالي. يا واد يا طيب يا بريء، هصدقك انت في حالك. يعني انت مش عارف خالص؟ ما اعرفش اي حاجة. يبقى رقف عينك وهتنط يا واد. هنشوف اذا كنت انت بريء ولا مش بريء. ربنا نشوف فيك. نشوف بس كان انت مش عارف ولا عارف. سعيد قولي الحقيقه. سعيد الناس كلها في الاوتيل بدات تشك وتقول ان انت الحرامي. ايه انا حرامي؟ حرامي بتاع ايه؟ ايه اللي فيا خليني حرامي؟ النعمه بدات تظهر عليك. نعمه؟ ايوه، بدله كحلي وقميص ابيض وجرافات تنبيتي. يا ابني ده يونيفورم. يونيفورم؟ بس شكله جديد. لا لا والله ده مغسول بس. مغسول؟ طب والساعة الكحلي الجديدة دي كمان؟ لا الساعة دي أنا كسبتها في مسابقة فخر الغردقة، والله معايا صورة. إيه؟ مكتوب فخر الغردقة. أنا عارف والله أنا مش حرامي يا سعيد. كداب يا فخر. لا والله العظيم مش كداب، وطالما الموضوع وصل لكده أنا هقول لك بقى مين الحرامي. مين؟ قول أنت. برأ نفسك. هبرأ نفسي. دكتور أمجد. ماله؟ ماله إيه يا غبي؟ ما أنا بقول لك اللي سرق دكتور أمجد. إيه دليلك؟ هقول لك دليل. دكتور امجد ده انت عمرك شفته في الاوتيل بيعمل اي حاجه؟ عليك فرخه؟ مفيش. طول الوقت قاعد في العياده مع الهيكل العظمي بتاعه، يسرق ويحط تحت الهيكل فوق بقى. عندك حق، بس النعمه ما ظهرتش عليه زيك. خلاص انا عرفت مين اللي سرق. هقول انت. برأ نفسك. هبرأ نفسي. عدوي.
ماله؟ ماله ايه يا غبي؟ هو انا بقول لك كلمات متقاطعه؟ عدوي الحرامي. ها ايه دليلك؟ ايه دليلي؟ هقول لك. عدوي ده طول الوقت ماشي في الاوتيل ليه كده مش مركز، يجيب الاوردرات غلط، بيسرق الحاجه ويحطها تحت الصينيه فوق بقى. ها لا، ها عدوي ممكن يسف المشاريب بتاعت الزباين ويزودها ميه، لكن يسرق مستحيل. خلاص كده بقى ما فاضلش غير واحد بس هو اللي حرامي. مين؟ قول انت. برا نفسك. برا نفسي. سعيد. ماله؟ ماله يا انت غبي يا ابني؟ انت سعيد، انت سعيد وحرامي. واقول لك دليلي، انت بتسرق الحاجه وانت تقول لنا تبس تبس تعمل نفسك غربان وتروح واخد الحاجه حاططها تحت الطاقيه فوق بقى. انا؟ ايوه. انا حرامي؟ خلاص قول انت. برا نفسك. هبرا نفسي. دليلك؟ انا ممكن اكون مستغل لكن اسرق لا. انا ممكن اكون انتهازي لكن اسرق لا. انا ممكن اكون نصاب لكن اسرق لا. ميرسي يا ادهم. ميرسي ايه؟ انا ما صدقتكش اصلا. انا عايز اعرف مين الحرامي. انت يا ادهم. انا؟ اه انا. لا انا مش حرامي. وثلاث ثواني، ثلاث ثواني لو لقيتك قدامي هوقع. بص او هوريك. امشي امشي يا غطاء. ما بتكلم معاك اصلا ولا بسالك. يو ار سيف. سيف؟ نو ام نوت سيف. قول انت برا نفسك. برا نفسي ليه؟ ما انا جوه نفسي ما عملتش حاجه. انت 3 سكندز يو جو تو يور روم. نو مان فور يو. اسمك ايه؟ صاخر. لا روح الاوضه، روح الاوضه، روح الاوضه. يلا. ازاي فارس؟ ازاي كل ده يحصل؟ ما تحكيليش بصراحه. خفت اضايقك وكمان عشان ما عطلكيش عن ترتيبات الجواز. لا خالص ولا تعطلني ولا حاجه. صحيح بابي جاي عشان يحضر كتب كتاب الليل ان شاء الله. طب حلو قوي، عشان يشوف خلقه الراجل اللي هيتجوزك دي ايه. بس بقول لك ايه، ما ينفعش تسكت على موضوع السرقه، لان الحرامي ممكن يسرق حاجات كتيره وحاجات مهمه او حد مهم ما تعرفش. وانا عامل حسابي كويس قوي بجد. ده اللي هو ازاي بقى؟ انا مخلي ادهم بقى بيراقب كل الكاميرات اللي في الاوتيل. هو انت عندك كاميرات في الاوتيل؟ طبعا. ده اللي هو فين؟ انا ما شفتهمش خالص. عندنا في اللوبي. المطاعم، الكافيهات. طب وفي الكوريدور عند الاوض قدام الاوض؟ لا يعني مش كل مكان. لا ما ينفعش خالص يا فارس، اول ما نتجوز لازم تحط كاميرات في كل حته، كل حته. انا عندي الماس وحاجات اخاف تتسرق. يا ستي مش مهم، المهم نتجوز. نتجوز ايوه ان شاء الله. ده ادهم يظهر انه وصل لحاجه. يا ريت يا رب. الو ايه يا ادهم؟ ايه؟ ما وصلتش لحاجه؟ يعني ايه فص ملح وداب؟ لا 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 لا، اول ما توصل لحاجه قول لي. ماشي يلا. انا هقوم بقى عشان ايه؟ هقوم. رايحه فين؟ هطمن على الفستان واجهز نفسي واوعى تكون حاطط كاميرا في الاوضه. يا ريت. خلي بالك يا ماما. والله ما هسيبك. يا انا يا انت. ماشي. انت بتكلمي نفسك؟ بكلم الكمبيوتر. عاصلك معايا حبتين. بس والله ما هسيبه يأذي نفسه. هو مين ده؟ كمبيوتر. طب اعملي لي كارت الاوضه بتاعتي. ايه ده؟ كارت ضاع منك؟ شكلها نحساوي. هي مين دي؟ العروسه الجديده. لا 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 لا، انا ما اسمحلكيش تتكلم عليها بالشكل ده. ايه خلاص بقت صاحبة العزمة؟ خلاص هتبقى ام الليله دي. انت ازاي قايل لك نفسك تتجوز الليله دي والاوتيل كله بيتقلب منك وبيتسرق؟ ده انا ما صدقت ان هي وافقت. جايز تغير رايها. وبعدين انا سايب ادهم قاعد قدام شاشات المراقبه وهيعرف مين الحرامي. هاتي الكارت بقى. يا ادهم وصلت لحاجه؟ مصيبه يا متر، مصيبه. ايه
انت متاكد من اللي انت بتقوله؟ طبعا انا بقى لي 24 ساعه عينيا ما شافتش النوم، وشفتها شفتها وهي داخله الاوضه. لو حضرتك رحت الاوضه دلوقتي هتلاقيها جوه. دي حاجه غريبه قوي. انا لازم ابلغ مستر فارس. استنى بس. استنى ايه؟ لازم ابلغه عشان يروح لها الاوضه ويظبطها وهي متلبسه. يا ادهم انت ناسي انه هيتجوزها النهارده؟ يتجوزها بعد ما طلعت حراميه؟ لا مش حراميه، اكيد في حاجه غلط. واحده غنيه زي دي ايه اللي يخليها تسرق نظاره وعفنه بتاعت فريده وال20 دولار اللي اديتهم لسعيد بنفسها؟ اكيد بتمر بازمه نفسيه يا اخي. لا بص يا متر، ازمه نفسيه مش ازمه نفسيه انا ماليش فيه، انا اروح ابلغ مستر فارس وهو بقى يعمل هو عايزه. اهدى شويه يا ادهم، يا اهدى بس يا حبيبي. ما هو لو عرف حقيقتها مش هيتجوزها وهيضيع عليه مراس جده. يا سلام، يعني يتجوزها ويضيع عمره كله؟ لا سهل يعالجها بعد الجواز. برضه هبلغه. هو لازم اكشفها قدامه، وانا ضميري وشهامتي ما تسمحليش ان اعمل غير كده. تخيل انت معاك حق. استمر انت بس في المراقبه جامد قوي وانا هبلغ فارس بنفسي. صقر يا متر، صقر قاعد. صقر ولد. صقر. هتودع العزوبية والحرية؟ سامحيني بقى، انت البدلة اللي هرتكب بيها الجريمة البشعة دي.